السلام عليكم، أنا حمزة. اليوم أشرح مزمة البينايل أند تستيكولار تيومرز أو تيومرز على قول الدكتور حسنين. من يرفضها تخبط بحالي. المزمة حلوة وسريعة وخفيفة وكذا، فيلا سمي واتبعني. المزمة اليوم موضوعين، الموضوع الأول البينايل كارسينوما، والموضوع الثاني هو التستيكولار كارسينوما يعني والتيومرز معناته. اللي يفرق هنا، احنا عندنا البينايل كارسينوما غالبا نشوفها بالإردلي، والموست كومن اوكرينج ان إردلي، بينما الموضوع الثاني اللي هو التستيكولار كارسينوما اللي راح ناخذه بالجزء الثاني من الملزمه، هذا لا غالبا يكون بالشباب باليونج ايج لحد عمر 35 40 سنه، زين، بينما هذا الإردلي 60 وفوق. وقبل ما نبدي نشرح خلينا ناخذ فد ميموري انكر، خلينا نشوف فد فيديو على يوتيوب. هذا الفيديو اللي شخص مصاب، يعني مريض مصاب بالبينال كانسر، وشيء اللي يحكي على التجارب مالته. And each night it got gradually worse. So I thought, better go and see a doctor about it. And they treated it with a canister cream. But after a period, a matter of a few weeks, it didn't subside and that. In fact, it got really worse. When I first realized something was wrong, the main symptom, the first symptom was difficulty in urinating. And then, gradually, if I describe the penis, the opening of the penis started to close, and it started to form a skin over it. And within 3 or 4 weeks, I was in tremendous pain. الأول كان عارض صورته، والثاني يعني كان يستحي، بس الفكرة إنه تعرف يعني this is a cancer, this is a real thing, this is يعني something serious on people's life. يعني ما احب اقرأ سلايدات منزمة، وانما احب يعني افكر بالايموشنال امباكت مالتها على المرضى. فنشوف انه هو سكويمس سيل كارسينوما هو الموست كومن برايمري بينال كانسر، زين، فهو يعني هاي المعلومة ايضا نحتاج نعرفها انه هو سكويمس سيل كارسينوما، ويتألف من 95% of the penile malignancies. هو هذا البينال يعني ال 95% هو سكويمس سيل كارسينوما. Others include Kaposi sarcoma. أكو بعض ال يعني الديزيز الأخرى مثلًا basal cell malignant melanoma sarcoma باجي بلا 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 كل الخير، زين. والميتاستاسيس مالته هو very rarely seen from the bladder, prostate and rectum. يعني الشيء حلو إنه الميتاستاسيس مالته يعني شوية rare، بس اللي تحتاج تعرفه إنه هو squamous cell carcinoma هو أكثر واحد يعني أكثر histological type نقدر نكشفه هنا. هو بشكل عام الانسيدنس والايتيولوجيز مالته، الانسيدنس انه هو رير، يعني 1% من الميل كانسرز، مو كلش هوايه. والانسيدنس ده يقل تدريجيا، ونلقى انه الموست اوكرينج يكون بالاردرلي، وهنبهت على هذه الملاحظه لانه الجزء الثاني من الملزمه راح ناخذ التستيكولار كانسرز، وهذني يعني يكون غالبا باليونج. 400 نيو كيسز واكثر من 100 ديث ار ريبورتد باليو كي، لانه المصدر مال الملزمه اللي هو الاوكسفورد هاند بوك اوف يورولوجي يوكي، من اليوكي، فلهذا تلقى الاحصائيه مال اليوكي. الريسك فاكتورز مال بينال سيل سكويمس كارسينوما يكون الايج، كل ما قلنا كل ما كان elderly، كل ما كان اكبر، كل ما يعني الانسيدنس مالتها، لهذا يقول لك انه هو يزداد بالعقد يعني ب 50 سنه وفوق، ويصير بيكينج مالته ب 60 سنه وفوق بالعقد السادس. يقول لك ممكن تلقاه بالايج اوف 40، بس يعني هذا شيء انيوجوال، مو دائما يعني يكون يصير. البري مالجننت ليجنز، اذا تتذكرون بالكورس الاول بالسيرجري اخذنا بعض الحالات بمنزلة السكين ليجنز انه كانت بري مالجنت، وانا ما اريد تتذكرون ذيك الحالات، بس اريدكم يعني تتذكرون الكونسبت الاساسي مالتها، انه كان اكو ليجنز هي مو مالجنت بحالها، اذا باقي مو مالجنت بس باقي لها طخ اللخ وتصير مالجنت، زين. فهذه هي البري مالجنت ليجنز اللي تالف 40% من الكيسز مال بينال سكويمس كارسينوما، فهاي النسبه كلش مهينه، يعني تقريبا نص الكيسز مال بينال سكويمس كارسينوما جاي من البري مالجنت ليجنز. عندنا الفيموسيس، زين، الفيموسيس هو شنو؟ اذا تذكرون مثلا البيدياتريك شرحنا انه بدنا مثلا هذا البينس، زين، اول ما يجي الطفل للدنيا، زين، راح يكون عنده الفور سكن، يعني يكون كلش تايت، زين، او هو مرات يجي كونجنتالي كلش تايت على البينس، زين، ما ينطي مجال. فهذا اذا ما اجت اني سويت له عمليه جراحيه وقطعته وكذا، وهذا كان احد الانديكيشنز في موسس، كان اذا تذكرون كان احد الانديكيشنز للسيركمسيجن، زين. فاذا انا ما اجت ووخرت هذا السكين حتى يعني انطي مجال للبينس، فهذا يعني راح يسوي لنا فد كرونيك اريتيشن،
زين البينس دائما هذا يكون irritation بهذه الأماكن، وكل ما صار irritation you have more chances for inflammation and more chances for balanitis، كنا هذا اللي يشبه جزء البلوط زين هاي الأماكن زين هنا وهنا وهنا وكذا، فيصير عنده البينال سكوامس سيل كارسينوما. الجيوغرافي زين تلقى parts in Asia, Africa and South America زين، وممكن 10 إلى 20% من الميل كانسرز يعني هاي المواطن. باراغواي has the highest worldwide incidence. هاي جزئية الجيوغرافي خريطة مال واحد يحفظها. الهيومن بابيلوما فيروس هاي الوارت انفكشنز ايضا من الاشياء اللي ممكن تسوي، خصوصا التايبات اللي تتكلمون بالمايكروبيولوجي 16 و18 هذني كان يعني لهن علاقه و appear to associated with 50% من الكيسز زين، لان هي اصلا تسوي بري مالجنت ليجنز وممكن هم لها علاقه بهاي الحالات. فالاتش بي في ايضا، السموكينج ايضا، الامينو كومبرومايزد بيشنتس ايضا يسوي لنا هذا الشيء، والهيستوري اوف باريابيزم. والبريابيزم هو فد persistent erection، وهذا الاركشن بالبينس يكون يعني كلش painful، فهذه من الحالات ايضا اللي ممكن تسوي لنا سكوامس سيل كارسينوما، او اكيد يعني موضوع جينيتيك والفيرست ديجري ريلاتيف يكون له علاقه. الباثولوجي والستيجنج مالته يقول لك اتس بليف تو بي بريسيدد باي كارسينوما ان سايتو، يعني اول شيء قبل مكان وبعدين شوي شوي ينتشر. سكوامس سيل كارسينوما سلو جروينج بابيلاري، يعني مثل الفالول الثالول، شوف شو يسموه زين، فذيك يظهر على البينس هذا الثالول فلال اور فلات اور ulcerative ليجن، يعني هذا الليجن نفسه ممكن يصير بيه السر ويتقرح وهيك سوالف يصير بيه. ونلقاه اون جلانس اكثر شيء 48%، ونلقاه بقيه الاماكن اللي بريبوس والجلانس بريبوس وكورونال ساكس والشافت. زين هسه اذا جينا هذه الصوره فتشوف انه الجلانس بهذه المنطقه هاي الليجنز هنا اكثر المناطق شيوعا، زين راح ارسمه باللون الاحمر. بقيه الاماكن حغير لونها، مثلا كورونا يصير بهاي المنطقه تصير يعني نسبة أقل، البريبوس أيضا نسبة أقل، الشافت مال البينس يكون نسبة أقل. أهم شيء تعرف إن الجلانس هو اللي يكون النسبة الأعلى، وبالمناسبة الجلانس يسموه بالانوس زين، وهذا يعني يشبه الأكرون اللي هو جودة البلوط زين، وهذا لهذا هو البالونايتس قبل شوي كان يحكون أحد الريسك فاكتورز اللي يصير بسبب الفيموسيس زين. هنا عندنا أسئلة، where do penile cancer most commonly arise؟ نشوف إنه عدة خيارات، الإجابة الصحيحة هي بالجلانس زين. which of the following is not a risk factor for invasive squamous cell carcinoma؟ نشوف إنه في موسس لا هو risk factor. number of sexual partner أكيد يعني له علاقة، ممكن يسبب HIV أو أمينو كومبرومايز وهالسوالف، أو ممكن HPV. السموكينج أيضا، البور هايجين أيضا، أما الألكوهول انتيك فهو لا، هو مو من الإجابات الصحيحة. هاي الأسئلة بعدين نقراها، خلينا نخلص المجال. عندنا الستيجنج زين، والستيجنج عندنا همين تي ستيجنج والان ستيجنج والام ستيجنج اللي هنا. دائما يرمز لون اكس لما يعني يو كانوت اسس ات، ما تقدر تحسها وما تقدر تلقاها او كذا زين، فهذا الاكس زين يعني يو كانوت اسس ات، وهذا الريجنال ليف نوت اكس بالام ما كاتبين، المهم فهذا خلينا نشيله من الذاكره. بعدين عندنا زيرو نو ابيلنس اوف برايمري تيومر، الاي اس يعني ان سايتو، اوكي دائما من تلقى اي اس يعني معناه ان سايتو، فهذا احد الكلاسيفيكيشنز، كانه هو اصلا دائما يدي ان سايتو بعدين ينتقل زين. التي اي هو نون انفيسيف بيروكس فيروكس، اوكي يعني مثل التالول، اوكي فيروكس كارسينوما يعني هو مجرد موجود بمكانه زين، فماكو اي ديستركشن او ماكو اي انفيجن. تي 1 تيومر انفيدز سب ابيثيليال كونكتيف تيشو، التي 1 ممكن ينقسم الى اي وبي زين، هذا على حسب شنو، حسب الانفيجن اللي يصير لل يعني للليمف والفيسلز، يعني هنا البينس اكيد يعني بيفد هاي الليمف، ليمف يعني كونكتد وكذا وحده متصله بالاخ، واكو يعني يعني تغذيه بالفيسلز وكذا، فاذا صار انفيجن لهذه المواضيع هذا راح يخلي لنا الموضوع ينتقل الى يعني ستيج اعلى. فالاي يعني انه without هذا الانفيجن الميكروفاسكولاتشر، اما البي فلا ممكن محتمل، ممكن بدونه وممكن همين وياه. التو انفيدز ذا كوبروس سبونجيوزم والكافرنوزا، احنا نعرف انه اكو اثنين كافرنوزا وحده سبونجيوزا هاي اللي جوا، وبالسبونجيوزا اكو يوريثرا زين، فاذا صار يعني التو راح يكون انفيدز ذا كوبروس سبونجيوزا والكافرنوزا، تحفظ التو زين لانه عنده اثنين كافرنوزا زين، ف
مش يعني حفظ على هذا. الثري حفظ انه انفيز اليوريثرا، لانه هو ثالثهم اللي وجواهم باليوريثرا، فاحفظ انه من صاروا ثلاثتهم ف this is a 3 ف this is T3 لانه صار باليوريثرا، لانه سبونجيوسا يحب داخله على اليوريثرا. والفور لا، الادجيسنت ستراكشرز والاشياء اللي مثلا هنا 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 كلهم يصير بهن انفيشن. هنا نشوف انه بدا اول شيء A، بعدين يعني بمكانه بوحده، بعدين ال T1 كان يعني انفيد يسبب يعني السبب الثيليوم مال 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 كوبورا، شو يسموه هذا الكوبرا. وبعدين تي 2 صار انفيجن، اللي قلنا اثنين عندنا كوبرا فاثنيناتهم صار انفيجن. تي 3 حتى شمل اليوريثرا، شوف هذا اليوريثرا المفروض من انا كان مشمول بالتي 2 بس بال 3 صار انشمل، وبال 4 كل شيء انشمل. المهم بس خليه هوك وميموري انه اثنين، لانه عندنا اثنين كوبرا الكافرنوسا، وثلاثه من يشمل اليوريثرا فاعتبره تي 3. هذا يعني اعتقد راح يسهل معظم الاشياء الخرابيط اللي هنا. الريجنال ليمف نودز فالاكس كنا كانوت بي اسيست زيرو نوت بالبابل، اذا بالبابل يونيلاترال انجوينال ليمف نود زين فهذا ان 1، اذا الانجوينال ليمف نود مو من يونيلاترال صار المالتيبل او بايلاترال هذا 2، او اذا عبرت هذه المنطقه مال الانجوينال ليمف نود فهذه راح تكون 3 سواء صارت لي 4 او يعني نزلت لي جوا، بس لا غالبا يصعد لي فوق لانه هاي الانجوينال ريجن غالبا فوقها عند الليمف نودز بعد. وهنا هذه الانجوينال ليمف نودز انه هوريزونتال وفيرتيكال جروب، فاذا صار فد يعني مشكله خلينا نرسمه كلش دقيق انه رسمه على الجلانس اوكي، فينتقل ممكن على الليمفاتيك فيسلز وينتقل لهذه الانجوينال ليمف نودز. وقلنا اذا كان بالبابل يونيلاترال سايد فهذا ستيجنج الاول، اذا صارت مثلا فقط هاي وحده من عندهن يعني وحده منهن تضررت فهذه الاولى، فاذا وحده منهن فهذا ان 1، اذا صارن اثنين بنفس المكان زين اثنين ثلاثه هيك ملتيبل صارن فهذا نسميه ان 2 زين. او مثلا من ذيك الصفحه من هاي الصفحه هم صار عندنا انجوانال ليمف نود تفخن فهذا ايضا ان 2 زين. واذا عبرا يعني دي فوق لقينا فد يعني انجوانال ليمف نود مو انجوانال يعني بارايورتيك او غير مكان زين فهذا يعتبرهن ان يعني المراحل المتقدمه. بالمناسبه هنا نحتاج فد نفرق التفرقه انه بالبينال كارسينوما الليمف نودز بالبينال خلينا نكتبها بالبينال ليمف نودز تروح للانجوينال ريجن زين، اما بالتستيكولار اللي راح ناخذه فد شويه زين التستيكولار يروح للبارا ايورتيك ويروح للريتروبيريتونيال زين، لان هذا راح يفيدنا بعدين، راح يفيدنا كستيجنج وراح يفيدنا ايضا بالعلاجات مالته. فبس اتذكر انه البينايل زين راح يكون بالانجوينال، اما التستيكولار اذا رسمت التستيكلز هنا اثنين زين فهي تروح لهاي المكان شايفين هنا اكو انفيريور بينا كيفا هي والايورتا زين، فاكو لينف نودز تكون بهاي المنطقه يسموها ريتروبيريتونيال فهي تروح هناك زين. يعني التستيز ما تسوي درينج للانجوينال ليمف نودز، اخاف يعني في اليوم يحاول يغلط تبع ام سي كيو. الاكزامينيشن احنا نسوي فد ثورو اكزامينيشن، نبحث كل زين عن الابدومين بالاكسترنال جينيتيليا بالانجوينال ليمف نودز، لانه هذه اماكن مال ميتاستاسيس، ممكن الميتاستاسيس بدائيا يبدي بالانجوينال ممكن يروح بالابدومين، فد ليمف نودز بالابدومين زين. ونحتاج نشوف الجينيتيليا لانه راح نشوف الالسرز والهاي الثالولات وكذا عليهن زين. كانفستيجيشن ايش راح نسوي؟ اجاني شخص وعنده فد مشكله يعني فد السر بالجلانس اوف بينس وانا شكيت انه هو مالجنسي، ايش راح اسوي؟ ايش راح ادز على انفستيجيشنز؟ اول شيء اسوي له بايوبسي از يوجوالي انديكيتد. الحلو هنا بالبينايل زين الموضوع اسهل من التستيز، يعني المشكله بالتستيز انه ما تقدر تاخذ بايوبسي، بس بالبينس لا تقدر تاخذ يعني بايوبسي زين. هنا مشكله على الجلد اشيل قطعه من الجلد واوديها بايوبسي وهيستولوجي وكذا، بينما بالتستيز بالجزء الثاني من المنزمه ما راح تكون عندنا هذه الرفاهيه، يعني يا اما اشيل تستيز كامله يا اما ما اطخها زين. فهنا ايضا واحد من الفروقات الاخرى اللي بين البينال وبين بين التستيز، قلنا اول شيء انه البينال يكون بالاولد ايج والتستيز ده يكون يعني باليونج ايج. ثاني شيء قلنا انه البينال يكون يعني الدرينج تو ذا انجوينال ليمف نودز، بينما التستيز قلنا تروح للريتروبيريتونيال ليمف نودز. ثالث شيء البايوبسي يلعب دور بالبينال، اما هو ما يلعب دور بالتستيز لانه ممكن يسوي سبريد ويعني نتائج وميتاستاسيس لا تحمد عقباها.
مو كلهم احتاج اسوي لهم تشيست وابدومينال وبلفيك سي تي سكان، بس بالادفانس كيسز يعني لما جيت وفحصت الانجوانال ليمف نودز مالته زين وشفته انه هو يعني بالببل مكانين بعدة اماكن وكذا، فهنا يعتبر كايند اوف ادفانس كيس، فاروح ادز على هذني الاشياء حتى شنو سي تي سكان مال هذني الاماكن حتى افحص الميتاستاسز. بس بشكل عام لا، مو كلش احتاج انه اسوي له هذه الاشياء، لانه غالبا اذا صار عنده فد يعني فد بينفول اور يعني فد ماس على يعني على على الشافت اوف بينس، الموضوع ينكشف اكثر زين. فيعني الموضوع يعني غالبا سيكس ميديكال اتنشن ايرلي، الا اذا كان يعني هو متحرج من 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 هذا من هذا الليجن فغطاه عن العالم وغطاه عن الاطباء. بس هو بشكل عام المفروض اذا سيك ميديكال اتنشن فهذني ممكن ما نحتاجه. البينايل ام ار اي may be useful when the tumor depth is difficult to assess، زين فالام ار اي هنا يلعب دور زين. وما حاجه اقول لك انه بالجزء الثاني من الملزمه بالتستيكلز الام ار اي ما راح يلعب اي دور، ما راح يكون اصلا ما بي اي فائده زين. فهذا من الفروقات الاخرى الرابعه بين البينايل والتستيكلر، انه هنا الام ار اي ممكن يفيدني يعرفني الدبث، لانه هو عندنا يعني ايش قد مخترق لي جوا، ايش قد طاب لي جوا زين، ايش قد عمقه، مخترق ماسل، مخترق تشيو، شوف شو مسوي زين. هذا الام ار اي راح يفيدني بي. بعد ما اخذنا بايوبسي هنا من من من, من هذا الليجن زين وسوينا فت هيستولوجيكال دايجنوسيس، راح ننتقل الى المانجمنت، وهذا لازم يكون بسنترات عاليه. مو حمزه يشرح لكم اياه فيديو يوتيوب زين، كله ملتي ديسيبلينري تيم ابروتش وسيرجيكال وانكولوجيكال والدنيا كلها زين. هسه التريتمنت مال هذا البرايمري تيومر، فاذا كان الانسايتو او الاي مالته اللي هو كلش صغير زين، يعني هذا الليجن صغيروني، فيعني ايش راح اسوي يعني شنو بالك شنو اللي ممكن تسوي؟ تجي تشيله بس، يعني تسوي توبيكال ثيرابي اور لوكال اكسجن زين، اجي يعني اشيله سواء يعني مثلا سيركمسجن، اشيل الفور سكين اللي عليه، او مثلا ليزر ثيرابي، او يعني بالسيرفسنج، المهم يعني اشياء لوكال اكسجن، ما يحتاج شيء يعني قوي او ما يحتاج يعني فد انفيسيف تكنيك او اجريسيف تكنيك، مجرد شيله هذا. تي 1 تي 2 يعني مثلا هذا وكان موجود بالجلانس، ايش راح اسوي؟ يعتمد على انه كان سمول لو كان لارج، مهم يعني انا شو تفكر؟ اوكي؟ شنو اللي ممكن تفكره؟ انه تشيل هذا الليجن وتسوي له اكسجين. الفرق انه اذا كان صغير سيركمسجن يفيد وياه والوايد لوكال اكسجين، اما اذا كان كلش كبير فلا، يعني راح اجيب الجلانس كلها اشيلها. زين اجي اشيل الجلانس، يعني ما راح اشيل هن المسلز بس يعني راح اشيل الطبقه السطحيه مالتها وكذا زين، فاسوي لك جلانسكتومي زين with without grafting، بعدين ممكن احط له جرافتنج او كذا، وراها احط راديوثيرابي. فالفكره شنو؟ انه من صارت تي 1 وتي 2 كنت استخدم راديوثيرابي، وهذا ما كنت استخدمه يعني بالانسايتو. الشغله الثالثه انه تي 3 تي 2 اللي بكوبرا انفولفمنت، قلنا انه احنا مهم اثنين كوبرا وهذا سبونجيوزي، هذا اذا فيات انفولفمنت كنا يسموهن تي 2، وهذا يسموه اذا صار باليوريثرا مالته يسموه تي 3. فاذا هذا اثنيناتهم صار تي 2 صار بهن انفولفمنت، فايش راح اسوي؟ راح اسوي بارشل بينكتومي اور توتال بينكتومي. وال يعني البارشل بينكتومي يعني اجي هنا انا اشوف انه عنده ليجن كلش كبير ومن بيس ما ادري شنو، اقول له ام سوري دود اتس تو دينجرس تو كيب، وطب يعني اقطع. ذاتس ات، ذيس از ذا بارشل بينكتومي زين. ومرات ممكن نستخدم راديوثيرابي وكيموثيرابي وياه، بس المهم تعرف انه هو بشكل عام هذا الاستدعاء يقول لك انه تشيل الليجن زين، اذا كان صغير تشيله بسركمسجن او يعني لوكال اكسجن او يعني فد ليزر ثيرابي، اذا كان كبير لا تشيل المنطقه اللي هو بها الجلانكتومي او بينكتومي. عندنا اسئله، واتس ذا موست امبورتنت بروجنوستيك فاكتور بهذول البيشنتس؟ نقول الاكستنت اوف ليمف نود ميتاستاسيس. وهذا يقول لك which of the following statements about partial penectomy is most accurate، هذا يعني يندرخ لازم نعرفه، لان اهل السرجري مو امان حتى لو كانوا كيوت يعني حلوين وحبابين مثل الدكتور حسنين، بس المهم مو امان. Then it results in a local recurrence rates اقل من 10%، فاحنا ليش نسوي penectomy وكذا؟ لانه يفيدني والريكرنس مالته كلش قليل، اقل من 10%. This is a good result for someone with penile cancer. حدث صار كنا بسوريا، تذكرت 2006 كانت زوجتي الدكتوره تمتحن بورد العربي الفاينل، راجعين صارت ظروف فطيران انسد، بالطريق رجع كانت الطفل عنده فريكونسي كل ساعه يروح يتدرب، وهذا وقف فطيب الاخير قام يبوله بالسياره، ما اشوف انا نسولف ما حاسس ما لقى الا استاذ محمد كان يسوي هيك اوف ايش ريحه بول، قلنا بال هذا السؤال يقول which of the following statements regards progression of the
penile cancer is true. نشوف انه الميتاستاسيس انيشيالي انفولفز السوبرفيشال انجوينال نودز. زين هذا هو اهم عباره بالموضوع لانه هو اول شيء يبدي سوبرفيشال بعدين ينتقل الى ديب انجوينال ليمف نودز. زين فهي العباره خطا هيماتوجينس سبريد كلش يكون متاخر. زين اصلا قلنا هو رير كروس اوفر فروم انجوينال نودز تو كونترولاترال بيلفيك نودز خطا. هو يعني يبدي اول شيء بشكل يعني نفس السايد بعدين ينتقل الى البايلاترال سايد. وهذا سؤال جواه خارجي يعني ما عندنا. الموضوع الثاني بالملزمه هو التستيكولار تيومرز واللي هو الكومونست مالجنسي ان مان اللي عمرهم اقل من 35 سنه. زين فلانه فيش عمر صغير عاده المان ما يكون عندهم يعني اسباب كانسر واضحه. حتى السموكينج المان السموكينج كذا يبدي ورا الاربعينات يبدي عليه الموضوع ظاهر. فالمالجنسي اكثر شيء الشائع فهو التستيكولار تيومر. وبما انه احنا بنحكي على على رجل اقل من 35 سنه فعندنا مشاكل هواي بالفيرتيلتي عندنا مشاكل هواي يعني بالكوموربيديتيز. فالموضوع يعني لا يقل اهميه عن البريست كانسر. It's rare in African men and before puberty. زين لانه قبل البلوغ راح يكون اقل. Peaks in the early 20s. الله يستر. One in كل 10 كانسرات من هذني يكون بالاسوسيشن with mild descent of the testes. احنا اخذنا بديش الملزمه مال بيدياتريك مال يورولوجي قلنا اكو فد خلل يصير يسموه اندسن التستيس اللي التستيس ما تنزل بطريقها المعتاد الى السكروتوم تبقى على هذا الطريق اللي مرات بالابدومين مرات تنزل على النص وما توقف. زين وقلنا من تبقى داخل البادي هناك يعني يكون ريسك مال الكانسر مالتها كلش عالي. زين اعلى من انه من الخصية الطبيعية لانه بسبب زياده الحراره على عليها وكذا. فيعني الموضوع راح يكون له علاقه بالتستيكولار تيومرز والبروجنوسيس از جود. زين خصوصا اذا ما كان اكو ليف نود انفولفمنت لانه التريتمنت مالته راح نجي ونشيل الخصيه راسا مباشره بدون ما نتفاوض. اذا تاكدنا انه هذا تستيكولار تيومر نجي نشيلها. فاذا ماكو ليف نود يعني انفولفمنت فالموضوع راح يكون سهل وهين. انا بس ناخذ فالاناتومي بسيط للتستيز. احنا نعرف هذني السيمينيفرس تيوبولز هذني زين اللي داخل هنا الجيرم سيلز يعني سيداني اذا شقيت هذه فتحتها راح اشوف بداخل الجيرم سيلز. هنا اكو سيبتي هذني اللي بداخل هنا الجيرم سيلز ينتجن السبيرم وكذا يوصل لهنا وبعدين ينتقل بالافرندكتيولز الى الابيديميس. زين وهذا همين ينزل بالابيديميس كله ويروح الى يعني الفاس ديفرنس وهناك يعني يصير يعني يفتح يم البروستيت بهاي المنطقه مال فيرا مونتانا. زين ويعني ينزل السيمن. زين فهذا هو الاناتومي مال التستيس راح يفيدنا اليوم. هذه الصوره بس خلي شوي اسوي زوم اوت. هذه صوره اخرى للتستيس والاناتومي مالتها. هسه اجينا هاي السيمينيفرس تيوبولز اجينا شقيناها يعني وفتحناها بشكل مستعرض حتى نشوف المكونات الداخليه اللي بيها. نشوف انه هذا البي اللومن. زين وهنا تشوف هاي الخلايا اللي تنتج الجيرم سيلز. زين تنتج السيمن وتحطها باللومن. زين وهو هناك يجري ويمشي. اذا نجي نشوف هاي الخلايا ايش راح نلقى بها؟ نلقى الجيرم سيلز هاي الخلايا هنا هي اللي تنتج السبيرمز او مثل ما منتجه هنا وتحطها باللومن. زين اضافه الى خلايا اخرى مساعده مثلا هاي الحمر يسموها سيرتولي سيلز. زين هذه تساعد يعني تسوي سبورتيف او كذا. وحتى اللي برا هم يعني هاي اللايدك سيل يسموها. زين هذه ايضا من الخلايا المساعده السبورتيف. فالكانسرز والتيومرز اللي راح تصير يعني راح تصير بهاي الاماكن يا اما تصير بالجيرم سيلز نسميها جيرم سيل تيومر يا اما تصير باللايدك والسيرتولي واللايدك وهذني السوالف ونسميها نون جيرم سيل. زين كل وحده يعني الهيستولوجي مالتها يختلف عن الاخرى. هنا نحكي على كلاسيفيكيشن مالتها على السيل اورجن اللي قبل شويه شرحناه. قلنا برايمري تيومرز وسكندري. البرايمري يعني هي داخل الجيرم سيلز والسكندري اللي تكون رير مثلا لينفوما لوكيميا كذا هو اللي صار انفلتريشن يعني فتشوه بالدم وكذا بس صار انفلتريشن للتستيس وهاي اسباب نادره. احنا اللي يهمنا الحكي اليوم مال برايمري سيل تيومرز. زين وهذه تمثل 90 الى 95% تتمثل بالجيرم سيل تيومرز وبالنون جيرم سيل تيومر. اوكي هذه وهذه الجيرم سيلز مثل ما حكينا عليها هنا هاي الجيرم سيلز هنا ممكن يصير تيومر. اذا نون جيرم يعني ايش تتوقع؟ اتوقع هذا الاحمر اللي يسموه سيرتولي او هذا اللي يسموه لايدك. زين الجيرم سيلز ايضا بها انواع سيمينوما
والاشياء الاخرى يسموها نون سيمينوما. اوكي احنا اهم شيء نعرف انه اكو سيمينوما، اكو تياتوما، امبريونال كارسينوما، واليورك سوك تيومر، هذني يورك ساك تيومر، هذني نون سيمينوما يسموها. ليش نريد نعرف انه الجرم تتقسم الى سيمينوما ونون سيمينوما؟ لانه هذا الموضوع راح يفرق بالمانجمنت، خصوصا بالاستيجات المبكره مال ديزيز. زين التريتمنت مال هذا يختلف عن التريتمنت مال هذا، وراح ناخذه بعد شويه. وعندنا بعد النون جرم سيلز اللي هن السيرتولي سيلز واللايديك اللي حكينا عليه هنا. هاي هي السيرتولي وهاي هي اللايديك سيلز. والسكندري حكينا قلنا انه يكون رير. هنا يجي يفتح السيمينوما. قلنا احنا مو قلنا الجرم سيلز تتقسم الى سيمينوما وثلاث اشياء هن مو سيمينوما، فهذني نون سيمينوما، هذني ثلاثه نون سيمينوما. نحتاج نعرف اساميهم. زين تيراتوما، اسم واحد اسمه تيراتوما، اخاف يجي بالسؤال يعني نعرف انه هذا مو سيمينوما. زين تيراتوما، كوريو كارسينوما، واليورك ساك تيومر. دكتور كان يحكي دائما على انه هذا كلش خبيث الكوريو كارسينوما، لانه يجي نون بالبابول وكذا، وراسا يسوي ميتاستاسيس. المهم فهاي السيمينوما بها سب تايبس، وما اعتقد يعني نحتاج نعرفها. اوكي حتى هاي المليون هم وياهن. زين فهذني ثلاث سب تايبات مال السيمينوما، ما حاجه مهم تعرف انه اكو سيمينوما واكو نون سيمينوما، وهذني كلهم من الجيرم سيل تيومرز. مره اخرى جيرم سيل تيومرز تتقسم الى سيمينوما ونون سيمينوما. هذا السلايد يحكي على السيمينوما. نشوف انه هاي الخلايا اللي بداخل التستيز بداخل السيمينيفرس تيوبيول اللي المفروض تنتج سيمن راح تكبر. زين ويصير بها يعني في المالجنسي وتكاثر غير طبيعي وغير كذا. زين فهذا نسميه النوع السيمينوما من الجيرم سيلز. ليه جيرم سيلز؟ لانه بداخل التستيز، وهي اللي تنتج الجرماتوسايتس، هي اللي تنتج هذا السبيرم. اوكي وعندنا نون جيرم تيومرز. زين اللي تنقسم الى سيرتولي والى لايديك. واحنا عندنا ايضا بالجيرم سيلز بعد اكو انواع اخرى ما ذاكر هنا، ما راسمينهم بهذه الصوره، انا اصلا ما جبتها من اوزموسيس. زين فاكو بعد انواع اخرى ما تخص السيمينوما اللي هن التيراتوما والامبريونال سيل كارسينوما وهالسوالف. بس مره اخرى نرجع نحكي جيرم سيل تيومرز تتقسم الى سيمينوما ونون سيمينوما، وعندنا اشياء اخرى اللي هي نون جيرم سيل تيومرز اللي هن سيرتولي ولايديك. الكلينيكال فيتشرز مال يعني هذا التستيكولار تيومر شلون راح يجيني؟ راح يجيني painless swelling of one testis، يعني ما راح يصير بالتستيز اثنين، بس راح الشخص راح يشكو انه اكو فد انتفاخ بالخصيه مالته، او يعني اكو فد كتله. زين لمبي. زين وهذه يا اما تجي يعني painless، يا اما تجي dull ache or heaviness in the lower abdomen. زين يعني مرات تحس فد ثقل او كذا باللور ابدومن، مرات لا 10% acute scrotal pain. زين هاي شو وقت تصير؟ لما هذا التيومر اللي هنا أنا. زين يعني صار بفد رابتشر. زين هنا صار بفد رابتشرنج. زين يعني او فد خليه ماتت او فد شيء او بلاد سبلاي صار بالاسكيميا وكذا. زين فد رابتشر يؤلم الموضوع ويطلع علم. زين رغم انه هو اصلا هو المفروض يكون بينلس، بس واحد من البرزنتيشنز مالته اللي هي 10% يعني تكون اكيوت سكروتال بين، وهذا راح ياثر لي على الدفرنشال دايجنوستس، لان اكو اشياء هم تجي كأكيوت سكروتال بين، فلازم نتيقظ من الموضوع انه حتى لو اجى بي بين الموضوع ما يستبعد انه هو يكون تيومر. زين ممكن يكون تيومر بس بنسبه 10% من البرزنتيشن. ممكن يجي ايضا 10% ويد ميتاستاسيز، وهذا الميتاستاسيز ممكن يروح للنك، ممكن يسوي نكاف، يروح للريسبيراتوري سيستم، ويت لوس وانوركسيا، ما يشتهي، فوميتنج، باك ايك اذا يروح للبون، او لور لمب سويلنج اذا يروح على الليمفاتكس وكذا ويقطعها. جاينيكوماتسيا هذا يعني يكون تتدي بالرجال، لانه بيفد اندوكراين افكتس او فد هرمونال افكتس تاثر عليه فتسوي له هذا التثدي، وايضا ممكن يجي كانفيرتيلتي. بالمناسبه اذا شخص او يعني رجل عنده فد سويلنج بالتستيس، فهذا بنسبه 5% ممكن يكون تستيكولار تيومر. يعني لحسن الحظ اكو هواي يعني اشياء غيرها غير البينلس سويلنج ممكن تكون غير شيء، بس احنا من نجي هاي ال 5% نعتبرها فد شيء كلش هواي، نعتبرها فد شيء كلش خطر، بحيث لازم نستثنيها. يلا نقول ارتاحينا. انه هذا اهم سبب واخطر سبب، لانه اذا انتقل للنف نودز الموضوع راح يكون يعني سيء ولا تحمل عواقب. شوف ايش يصير هنا، كل الخرابي تصير هنا بسبب الميتاستاسيس. الفيزيكال اكزامينيشن يعني يبدي بفحص التستيز ويبدي بفحص الكونترالاترال. زين حتى اول شيء اعرف انه هل هي شنو النورمال، شنو الكونسستنسي، شنو يعني الكلر. زين فهذني الاشياء كلها راح اكتشفها من الكونترالاترال، وهمين ممكن اخاف يعني اكو فد لامب ايضا بها بالكونترالاترال.
طبعا هذا من تستكلر سيلف اكزامينيشن، يعني صوره جبتها من جوجل، بس تفيد يعني انه باصبعين او ثلاثه زين تفحص التستيس، تدي بالجزء اللي يكون يعني سليم، بعدين تجي للجزء الاخر اللي يكون يعني المفروض بيه البرزنتيشن، او اذا مجرد شخص يسويها لنفسه بشكل عادي، يعني ما يعني حتى لو ما عنده فد يعني فد مشكله، بس المهم يعني سيلف اكزامينيشن يفيد خصوصا بالشباب اللي يكونون 20s وكذا زين. فاحنا نبحث عن الهارد لامبس مرات، يعني فد بامس وانتفاخات وكذا، او يعني خلل بالسايز بالشيب بالكونسستنسي زين، فهذا يحتاج ان نروح للدكتور زين. فايش راح نشوف؟ نشوف ايضا اذا لقينا فد خلل بالتستيز المصابه، نشوف فيرم اند تو هارد فيكست اريا وذين تونيكا البوجينا زين، هذا يكون موضوع سسبيشس، يعني احنا عندنا هذا بالسكروتم وهاي هي التستيز، واحنا نعرف ان التستيز يغطيها التونيكا البوجينا زين. اذا جيت ارسمها بغير لون زين، احنا تشلب بها التونيكا البوجينا زين، فاذا مشلبه كلش وفيرم وهارد بالتونيكا البوجينا زين، هذا ممكن يودينا الى فشي سسبيشس زين. فد لامب هيجي هارد بالتونيكا البوجينا حسيناه، نحس سسبيشس، ولازم يعني نسوي كل الفحوصات اللازمه حتى نستثني انه هذا مو تستيكولار تيومر زين. سيمانوما اكسباند وذين ذا تيستيز از ا بينلس ربري انلارجمنت. فيقول التايب هذا السيمانوما اللي احد الجيرمينال تايبس زين، يقول لك تحسه انه هو يعني بينلس وربري. ربري اعتقد يعني مثل النوز، التب مال النوز، اذا بتمسك التب مال النوز راح يكون نفس هذا الشعور زين. والامبريونال امبريونال كارسينوما اللي هو احد الجيرم سيلز ايضا، او التيراتو كارسينوما همين جيرم سيل، may produce an irregular rather than discrete mass، يعني تشوفه انه الماس يعني irregular هيك يعني مو واضح، يعني هذا يكون هيك ربري كانه ملمسه بشكل واضح. وهذا حسب ما شفت يعني تفريق نظري، مو دائما تقدر تفرق او تقدر تتحسس هذا الموضوع انه هو ربري او تحسس انه هو irregular بالكلينيكال سيتنج. الديفرنشال دايجنوسيس مال السكروتال ماس، اي سكروتال ماس زين بي في الديفرنشال دايجنوسيس، عده اشياء. هم انا بس اشك انه هو تيومر زين، فاجي اشك انه عده اشياء، وهاي الاشياء اثنين منها كلش كومن، هاي التستيكولار تورشن والابيديديمس زين، او الابيديدو ابيديدمو اوركايتس لهاي الالتهابات، وهذا هو التورشن اللي يصير، او اكو اسباب اقل شيوعا هسه نشرحها واحده واحده. هذا هو التستيكولار تورشن، تشوف انه التستيز هذه الخيوط او شلون نقول الفيسلز اللي مجلبه بيها مثلا فين ارتري او حتى النيرف وكذا، هذني يتعقدن على بعضهن زين، والتستيز تلتف يمنى ويسرى. هي ليش يتعقدن؟ لانه التستيز تجي تفتر زين، تفتر، فهذا المستقيم التف يجي. ليش خلاها تفتر؟ اكو فد اسباب جينيتك او كذا، ما تخليها ملزومه من فد مكان الجبرناكيلم او كذا اللي يسموه زين، فمن ما يلزمها ويثبتها ارضا زين، كانه يزرعها بالقاع او كذا زين، فهي تتحرك وتلتف، وهذا ايضا يلتف وياها. هذا يعني كلش مؤلم لانه راح يطلع البلد سبلاي، ممكن راح يصير نكروسيس، يسوي سوالينج، يسوي حتى شوف اللون مالته متغير زين. فبالاكزامينيشن شلون راح تعرفه انه هو تورشن مثلا، او تقرب انه تكشفه تورشن؟ انت اذا صعدت لي فوق زين، اوكي، اذا جيت تصعد التستيز شوي لي فوق راح يزداد الالم كلش هوايه زين، لانه البلد سبلاي راح ينقطع بالزايد. هذه تخيل انه اذا ضيقتها بعد اكثر، يعني البلد سبلاي راح ينقطع والالم يزداد اكثر. الكريماستيك ريفلكس ما يكون موجود زين، الكريماستيك ريفلكس هذا اللي يكون يعني يعني يصعد شلون نقول يصعد التستيز بالوقت اللي تكون يعني الجو يكون حار، يعني جو من يكون جو حار تنزل التستيز، ومن يكون جو بارد الكريماستيك ريفلكس يصعدها لي فوق زين. فاذا بالبروده التستيز ما راح تصعد بالتورشن. ليش ما تصعد؟ لانه هي اوريدي المفروض تكون اب، بسبب هاي العقده اللي صارت اوريدي التستيز شويه صعد لي فوق زين، فبعد الكريماستيك ريفلكس يروح وما يبقى له دور هنا. والبرزنتيشن يعني غالبا يجي بالتشايلد باليونج بيبل زين، يعني ما تلقى واحد كبير كلش صار عنده تستيكولار تورشن، هذا يعني كبرزنتيشن الكومن. الشغله الثانيه المور كومن اللي هي هاي الابيديدمايتس، تسميها التهاب او الاوركايتس زين ابيديدمايتس واوركايتس، وهذه يعني هاي المنطقه اللي يعني تكون مخزون مال السيمن وكذا يسميها التهاب، وهذا يعني يجي غالبا يونغ، يكون عنده هيستوري مال يو تي اي، عنده هيستوري مال سكشوال ترانسميتد ديزيز، عنده مثلا يوريثرال ديسشارج زين، لانه سكشوال ترانسميتد ديزيز يعني غالبا يجي يوريثرال ديسشارج، او عنده هيستوري مال بناين بروستاتيك هايبربليجيا زين، وهي هوتنس وريدنس وهالاشياء اللي بيها زين. فهذه الانفليمد تستيز والانفليمد ابيديدمايتس زين، من اصعدها لي فوق لا راح يرتاح اكثر، الالم يقل ويخف اكثر، لان البلد سبلاي راح يكون يتحسن زين.
وايضا الكريماستيك ريفلكس تكون عاديه وموجوده بشكل طبيعي لانه ماكو اي يعني ماكو شيء ملولو هنا صار. بعد اكو برزنتيشنز شوي اقل كامل مثلا الهيدروسيل، زين احنا نعرف ان التستيس بيها طبقات، واحده من الطبقات اللي هي الالبوجينا، وراء الالبوجينا يجي الفاجينالس وبيها طبقتين فيسرا وبارايتال اللي سبب ما يجمع تجمع السوائل ويتجمع فد يعني فلويد وكذا يكون بالطبقتين بين الفيسرا والبارايتال مال فاجينالس، زين ويصير همين يجي كسكروتال لامب وكذا لانه تجمع مال السوائل الموجود بيها. وهذا يعني راح اكشفه انه اجيب لايت وضوء واحطه على يعني على السكروتم وراح يبين انه اكو سوائل. هذا ترانس الومنيشن تيست. مرات عندنا هرنيا تصير، زين وهذا مثل ما شرحنا بالفيديو مال البيدياتريك الاول، قلنا اذا البروسيس فاجينالس منسد بعد السن مال تيستيز هذا ممكن يسوي لنا هرنيا، وهذا ممكن يجي بنفس الطريقه مال السكروتال سويلنج. هيماتوما مجرد عرض الى ضربه وصار يعني هيماتوما وضربت. سبيرماتوسيل، السبيرماتوسيل مرات هنا يصير فد احنا مو عرفنا انها اكو هاي السيمينفرس تيوبيولز وتوصل السيمن هنا وحتى يروح يصعد بالطريق مالتها. مرات يعني يصير فد بلوكج ويتجمع السبيرم بهذا المكان، زين يصير فد سبيرماتوسيل، زين فيكون فد شيء لامب او بامب، زين وبي سيمن ما يقدر يروح، فد بلوكج صاير بالطريق مالته، فهذا ايضا يسموه سبيرماتوسيل. ومرات سيفليتيك جوما اللي يعني هذه السيفلس من يوصل المرحله الاخيره، زين ويجي يسوي فد ديستركشن بالتيشو مال تستيس. هذا يعني احسه حلو الديفرنشال دايجنوسيس اذا واحد يفهمه. اثنين كمان، ثلاثه يبدا بحرف الاتش، اثنين يبدا بحرف الاس، ومو بعيد انه يجي فد يوم كاس. نكرر هاي المعلومه المهمه: all patients with a solid firm intratesticular mass that cannot be transilluminated لانه استثني الهيدروسيل should be regarded as a malignant okay unless otherwise proved okay unless otherwise proved يعني لحد ما يثبت العكس. زين هذه malignancy، زين اجاني شخص عنده يعني فد سويلنج وهذا السويلنج ما صار بترانزلمينيشن، لا تعامل الموضوع يعني بهداوه، لا سوي كل الفحوصات اللازمه، كل الفحوصات الضروريه حتى تستثني انه هذا ما يكون مالجنسي. هاي الجمله ما مرتاح لها، شو ما اعرف يعني ما ادري ما احسها صحيحه بس ما ادري. التيومر ماركرز تو مين كلاسز عندنا التيومر ماركرز اللي هن اونكوفيتال سبستانسز اللي تكون يعني هو بطن امه هذه تبدا تنفرز وممكن تتبع ويا يعني تمشي ويا لحد ما يكبر اللي هن الالفا فيتو بروتين والاس سي جي او السيريال انزيمز اللي هن ال دي اتش والبلاب. زين وهذني السيرم ماركرز كلش يفيدني لانه راح يفيدني انه اسوي كلو للتايب اعرف يا تايب هذا. مثلا الفا فيتو بروتين غالبا يكون ويا السيمينوما، زين يعني السيمينوما اللي هذا التايب مال جيرمينال اذا زاد كلش عالي راح اقول انه هذه سيمينوما، وبانه هو اصلا له علاقه بالكبد وكذا بالكارسينوما مال الليفر هم يصعد صحيح. زين بس اذا بالكونتكست مال شخص جاي عنده سويلنج بالتستيكل وكذا فهذا يعطيني كلو انه هو اي اف يعني هو سيمينوما لانه الاي اف في مالته صاعد. السيرم ماركرز او التيومر ماركرز راح تفيدني ايضا انه اشوف اذا اكو فد ريزيجوال ديزيز، يعني مثلا اجاني عند تستيكولار سويلنج وشريت له السويلنج اني يعني شريت الخصية اصلا وبعد شهر مثلا جيت سويت له الفحص من جديد، فاذا باقي هذا الالفا فيتو بروتين او اي واحد من هذني الاربعه بشكل عالي فهذا يعني ممكن يقول لي انه اكو بعد ريزيجوال ديزيز، اكو اشياء بعدني ما شريتها او صار بها ميتاستاسيس. ويفيدني ايضا بالستيجنج مال ديزيز، احنا عندنا تي ام ان عاده اللي هو اللي يعني الشكل مالته والميتاستاسيس والليمف نود، زين شكل وسائل ميتاستاسيس والليمف نود يضيفوا له سيرم التيومر ماركرز اللي يسموها اس، زين خصوصا بهذه هنا بالتستيز يضيفوا له التيومر ماركرز فيفيدنا ايضا بالستيجنج. وهاي لنا الاختصارات واسمها. كان يحكي على الديجري ان هم نفس التيومر ماركرز، ديجري اوف ماركر اليفيشن ابييرز تو بي دايركتلي بروبورشنال تو ذا تيومر بيردن، زين يعني كل ما التيومر بيردن عالي كل ما الارتفاع مثلا مال اي اف بي، زين ارتفاع مثلا فوق ال 10000، زين فهذا يعني انه اكو تيومر بيردن كلش عالي. ماركرز اندكيت هيستولوجي اوف ذا تيومر، قلنا الاي اف بي له علاقه بالسيمينوما، زين او يعني السيمينوم على الاقل انه عنده سيمينوم سينوميتس اليمنت، لانه بعض التيومرات تكون ميكست مو ما تجي سيمينوما صافيه، زين فبس يقول لي على الاقل انه هذا به علاقه بالسيمينوما. النيجاتيف تيومر ماركرز بيكومينج بوزيتيف اون فولو اب، زين هي كانت نيجاتيف ويعني سويت له تيومر ماركر بعد ما شريت له التستيز
وطلعت نيجاتيف، ورا قلت لها 6 اشهر اجاني صارت بوزيتيف. هذا ياشر لي انه اكو فد ريكيرنس مال تيومر، والماركرز بيكون بوزيتيف ايرليير ذان اكس راي ستديز، فيعني ممكن يفيدني انه اعرف التيومر وين، او اعرف انه هل اكو تيومر يعني بالشخص، احسن من الاكس راي. مرات اسوي تشيست اكس راي وما اشوف ميتاستاسيز وكذا زين، بس التيومر ماركرز راح يعني يكشفون الموضوع لانه يصيرون بوزيتيف بسرعه، لان اكو بلاد سبلاي وكذا للتستيز، فسهل الموضوع، مجرد بس من التستيز للبلاد سبلاي وخلاص هذا هو صار بوزيتيف. بينما التشيست اكس راي يحتاج انه يوصل للتشيست والفيسلز وبعدين يروح لللانج برانكاينا وكذا. الانفستيجيشنز يعني هسه خلينا نرجع للكونتكست مالتي، انه شخص اجاني بينلس تيومر زين، سويت له الفحص بالاكزامينيشن، فحصت الكونترالاترال تيستيز، بعدين اجت التيستيز الاصليه، شفت بيها فد يعني فد فيرم وهارد سويلنج، واني عندي ملاحظه انه شفت هارد وضويتها ما تضوت بالترانس اليمينيشن، هذا اعتبرها مالجنت، فتجي تسوي لها تشيك اب مال مالجنسي حتى تعرف انه هي شنو. فاول شيء تسوي الترا ساوند للتيستيز، وهذا يعني كلش كلش مفيد، وبي سنسيتيفيتي عالي انه يقول لي هذه الماس انترا لو اكسترا، يعني داخل التستيز لو برا التستيز زين. فالالترا ساوند كلش يعني كلش من الاشياء المهمه. شلون يظهر بالالترا ساوند؟ يظهر هيك هاي التستيز، هذه هي اللي يصير يعني هايبو ايكويك اريا زين، شوي تطلع على سواد وكذا زين، فهنا انا اجي اعرف انه هذه ماس بداخل التستيز. الشغلة الثانية اسوي تشيست اكس راي، وتشيست اكس راي راح يفيدني انه اعرف اذا اكو ميتاستاسيز او لا باللانج وكذا زين. مرة اخرى ممكن اسوي سي تي سكان اللي هو الابدومين والتشيست حتى اعرف الليمف نودز او بولمونري ميتاستاسيز، وهذا يعني غالبا يصير لما التشيست اكس راي يكون اب نورمال وكذا، بس همين ممكن احتاجه يفيدني بالستيجنج هذا السي تي سكان. مشكلة السي تي سكان شنو؟ انه بيفت فولز يعني نيجاتيف زين، خصوصا الموضوع يعني يختلف من سنتر الى سنتر، يعني سنتر يجي يقول لك اني اعتمد، هو مو يجي يفحص الليمف نودز يقول لك اني اجي هذا الليمف نود اللي مثلا هنا هاي البارا ايورتيك او كذا زين، هاي البسلز اللي تكون سويتها بالازرق، المهم هذني الليمف نودز اللي تكون هنا وكذا زين، يعني هاي الايورتا من الايورتا وكذا، فنشوف انه المفروض مو بالعكس الرسم نمشيوها يعني المفروض بينا كيبه من هنا وهاي من هنا. المهم فالليمف نودز اللي تكون هنا غير مفروض تكبر ويصير بيها ميتاستاسيس وكذا، فكل سنتر يختلف. هذا السنتر يقول لك اني والله اعتبرها مالجننت اذا عبرت مثلا ال 5 ملم، سنتر الاخر يقول لك اني اعتبرها مالجننت اذا عبرت ال 10، فهذا يختلف عن هذا. ابو ال 10 مثلا سواء ابو 10 ممكن تفوت عليه 6 و7 و8 زين، يعني يفوت الميتاستاسيس بهذا النوع فيعطيني فولس نيجاتيف، يقول لي هذا ما عنده ميتاستاسيس رغم انه هو المفروض يكون عنده ميتاستاسيس. وهذا الحكي مو من جيبي، هذا الحكي جبته من يعني من ريسنت ارتكلز على الموضوع. فانا اسوي السي تي سكان واني ممتعض انه عندي نسبه تقريبا 40% انه ممكن يعطيني فت فولس نيجاتيف زين. والتيومر ماركرز قلنا تفيدني، وخصوصا الالفا فيتو بروتين والاتش سي جي البيتا اتش سي جي، هذني يعني يفيدني يحددني سب تايب، واني هم ممكن يقول لي ايش قد اكو تيومر بيردن بالشخص. هنا أنا هاي صوره ايضا من اوزموسيس، يقول لك يعني اذا شفت شخص عنده لامب ودورينج فيزيكال اكزامينيشن فراح تدزه على الترا ساوند، وراح تشوف انه عنده هايبو ايكويك اريا زين، وهاي الهايبو ايكويك يعني السواد مالتها يكون اعلى زين، يعني تنطي على سواد او كذا وغامقه، بعدين تسوي سي تي سكان حتى تشوف الميتاستاسيس. مو كلش اكو رول للام ار اي صراحه، يعني لا هو ولا البيت سكان موجود، بس ما ادري هم ليش اوزموسيس حاطي البلاد تيست، يعني اشوف الماركرز البلاب والاتش سي جي والاي اف اي والال دي اتش زين، هذا يفيدني. وايضا البايوبسي ما اخذ، ما اسوي بايوبسي، يعني ما اجي اخذ قطعه من التستيس، اني هنا الموضوع عنيف زين، اجي اذا فتحت اني راح اشيل التستيس كلها، فماكو اي رول للبايوبسي. ليش؟ لانه اذا زيت واخذت بايوبسي من هذه المنطقه ممكن اوفر واي او يعني في الطريقه حتى التيومر يصير بي سبريت زين وينتقل الى مكان اخر، فراح اجي ازم الوضع. انا طاب التيومر مالتي ام زيرو، انا سويته بسبب البايوبسي مالتي سويته ام 1 وام 2 لانه خليته يصير ميتاستاسيس. هذه بس يعني تذكير انه ممكن المالجنسي هنا ينتقل بالبلاد وينتقل مثلا لللانج وكذا ويسوي ديسنيا وكاف يعني هيموبتس، وهذا راح يفيدنا بالستيجنج. او ممكن ينتقل بالليف نودز، وهذا الرسمه اللي رسمت لكم اياها قبل شويه رسمتها بالعكس يعني زين، انه هاي انفيري فينا كيفا ايورتا وهاي البارا ايورتيك بالريتروبيريتونيال ليمف نودز زين، ممكن ينتقل بها، وهذه اللي نكشفها يعني مثلا بالسي تي سكان نشوف الميتاستاسيس مالتها.
ومرات يعني ايش راح نسوي؟ مرات نجي هاي يسموها الدايسكشن نسوي هذه البريتونيال ليمف نودز. يعني بعض التريتمنت بس خلوها ببالكم هسه بعدين راح اقول لكم شو وقت تصير هذه بالضبط، بس نجي نشيل هذني الليمف نودز زين، نجي نشيلها سكينه ونسلخها سلخ زين حتى نخلص منها ونخلص من المتاسس بعد ما نشيل التستيس. هسه نحكي على التيومر ستيجنج وعده ستيجات، وهذا يعني الموضوع الدرخي زين. البرايمري تيومر بي تي اكس، هذا لما تحط اكس زين، فالاكس يعني انه cannot be assessed يعني ما تلاقي زين. تي زيرو نو ايفيدنس فور برايمري تيومر. التي اي اس تكون انترا تيوبولار جيرم سيل. ال1 يكون للتستيس والابيديمس، ال2 يكون للتستيس والابيديمس وياهن يعني فد فاسكولار ولينفاتيك انفيجن زين، و تي 3 يكون للسبرماتيك كورد يعني، وال4 يكون للسكروتوم. خلينا نجي نشرحها على الصوره حتى الموضوع يصير اسهل. التي 0 انه ماكو، او تي اكس اصلا ما لقيت، تي 0 ماكو اصلا للبرايمري تيومر. تي اي اس زين هذه الانترا تيوبولار اللي تكون هنا زين بداخل التيوبس، بداخل هذه التيوبس فقط زين، فهذا هو التي اي اس. التي 1 يكون هذا ويا الابيديمس زين، يعني يشمل التستيز ويشمل الابيديمس. التي 2 يشمل التستيس والابيديمس وياهن الليمفاتيك انفيجن، اوكي يعني يجي هنا يشمل هاي الانفيجن يعني يوصل للدم الليمفاتيك الفيسلز كذا زين، وممكن حتى يخترق التونيكا البوجينا وهالسوالف. التي 3 يوصل للسبرماتيك سبرماتيك كورد زين، والتي 4 يوصل للسكروتم يعني يشمل الموضوع، يشمل السكروتم يشمل السكين مالته، احنا نعرف انه هنا اكو المفروض اكو سكروتم فيشمل السكين مالته وهالاشياء. فهذا هو الستيجنج اللي هو موضوع يعني الدرخي. الريجنال ليمف نودز فهم يعني كلينيكال انكس زين، يعني انه كانوت بي اسيست اللي هو شيء زين طبعا. ان زيرو يكون نو ريجنال ليمف نود ميتاستاسيس. ان 1 تلقى الميتاستاسيس 2 سنتيمتر او اقل. ان 2 تلقاها اكثر من 2 بس مو اقل من 5. اما ان 3 فيكون اكثر من 5. فانت تحفظها انه 5 فوق 5 فوق 5 وجوه. الخمسه وجوه تنقسم الى قسمين 2 و2 واكثر من 2. فالموضوع يعني شنو؟ يعني هيك هذا الستيج 1 يكون هنا زين. الستيج 2 يكون بين 2 وبين 5، هذا الستيج 2. والستيج 3 يكون اكثر من 5 اللي يسموه ان 3. هسه احنا اخذنا التي واخذنا الان زين، هسه نجي للام اللي هو الميتاستاسيس زين. الام هو ام 0 يكون نو ايفيدنس اوف ذس ميتاستاسيس. الام 1 يكون نون ريجنال نودال اور بالمونري ميتاستاسيس زين. اما الام 2 فيكون نون بالمونري فيسرال ميتاستاسيس يعني كبد كذا هالاماكن، بينما الام 1 لا يكون غالبا للرئه زين. وليش يقول هنا نون ريجنال؟ لان يعني الريجنال هذا حسبناه، هذا الريجنال حسبناه بالريجنال ليمف نودز اللي هو كان شنو؟ كان البارا ايورتيك او اللي سميناه ريتروبريتونيال. هذا نسميه ريجنال، هذا تبعه وين؟ نتبعه بالتصنيف الان. اما تصنيف الام فبعد ما ارجع اتبع على هذا خطيه زيد للعدد والستيجنج هو اوريدي صار عنده ان. فالام لا اعتمد على اللانج، يا اما لانج زين اعتبره 1 زين، واذا مو لانج غير شيء مثلا كبد برين كذا بون اعتبره 2. المهم يعني هذا هو تصنيف التي ام ان ستيجنج زين. وهذا الاس احنا قلنا السيرم ماركرز هم تفيدنا بالستيجنج وبها 0 1 و 2 و 3 يعني الارقام مالتها ما مطلوبه من عندنا. هي المحاضره حلوه بس موضوع الميتاستاسيس شويه يعني والستيجنج مالته خلاها معقده شويه، بس يعني صراحه ما اعتقد لها علاقه او ما اعتقد راح ننسال شنو تي 1 شنو تي 2 او كذا. ممكن يجيب سياق الستيجنج في سياق تريتمنت، يعني مثلا يقول لك ستيج متقدم شنو التريتمنت مالته وستيج متاخر شنو التريتمنت مالته. فاحنا لازم نكون فاميليار ويا بعض المصطلحات بس ما نجي نحفظهن واحده واحده، مثلا نحفظ ال2 يكون هالقد او يكون هذا الاثنين والثلاثه، يعني مو معقول راح يجي يقول لك اثنين وين يوقف وثلاثه وين يوقف، يعني هذا مضيع الوقت صراحه. المهم تعرف تكون فاميليار ويا الموضوع، تعرف ايش وقت تقيم الستيج المتقدم وايش وقت تقيم الستيج المتاخر. التريتمنت هو اكسبلور تيستيز ثرو ان انجوينال انسجن، ما اسوي سكروتال انسجن لانه انا راح اجي التريتمنت مالتي عنيف. التريتمنت مالتي هو يسموه راديكال اوركيدكتومي زين، اجي اشيل التيستيز كلها زين، افتح الانجوينال ريجن هنا زين، هنا المفروض يكون تيستيز
اجي يعني عندي تستيز اثنين ما اعرف سميت العدد، المهم اجي اسحبها واطلعها بوب اقصها، زين ورا ما قصيتها ادزها للهيستولوجي حتى اعرف منها الستيجنج اللي اعرف منها هذا التي. احنا قلنا تي، شلون راح اعرف انه هذا التيومر موجود بالابيديدمس لو رايح للتيوبيولز لو بالسبرماتيك كورد لو ما ادري شنو، الا اجي اقص التستيز وادزها بالهيستولوجي، زين. فهذا من الاشياء الاساسيه هو كتريتمنت وهو حتى كستيجنج هم يعني بنفس الوقت، بعد ما اتاكد انه التستيز يعني اكو فد كلش ريسك عالي انه يكون بيها مالجنسي. Further assessments depends on the type and stage. نشوف الكيموثيرابي ريجيمين راح نستعمل اللي هو البي اي بي اللي هو بليومايسين، الايتو بيسايد والسيسبلاتين. زين المهم اللي اسمه بي اي بي ما اعتقد مره قدرونا بالسيستماتيك جابوا لنا اسم شو اسمه اسم كيموثيرابي، بس يعني بيب هو اللي يعني التريتمنت ريجيمين الموجود هنا. الدي اكس تي هو ديب اكس راي ثيرابي اللي هو راديو ثيرابي نفسه. الدي اكس تي اذا شفت الدي اكس تي فاقول هو راديو ثيرابي. الار بي ال ان دي اللي هو ريترو بيريتونيال ليف نود دايسكشن، قبل شوي حكيت عليه. هذا اللي هنا يكون اوكي ليف نودز، اجي اشيلهن واسوي لها دايسكشن واني اشيل، لانه ممكن بيها متاستاسيس، وهذا من طرق العلاجات واللي يكون علاج في نوع معين هسه راح نجي ناخذه، وهو اهم شيء بالمحاضره صراحه انه تفرق بين علاج السيمينوما والنون سيمينوما. هذا هو اهم سلايد بالمحاضره كلها، زين. التريتمنت مال السيمينوما والتريتمنت اوف نون سيمينوما جيرم سيل تيومر. نون سيمينوما يعني التيراتوما الامبريونال كارسينوما وهالسوالف، زين. نجي بالستيج 1 اللي يكون كونفايند تو ذا تيستيز، زين. يعني اعرف يعني الورمه والتيومر موجود بالتستيس ما منتقل غير اماكن. شو عرفت هذا الشيء؟ انه سويت راديكال اوركيدكتومي شلتها وجيت شفت انه هي ستيج، وبنفس الوقت سويت سي تي ويعني تشست اكس راي وكذا وشفت ماكو اي متاستس. التريتمنت بالسيمينوما عن النون سيمينوما يعتمد على معلومه اساسيه مهمه جدا، وهي ان السيمينوما از سنسيتيف تو راديوثيرابي، في حين النون سيمينوما يعني تكون نون سنسيتيف. من اسمها سيمينوما تكون سنسيتيف للراديوثيرابي، النون سيمينوما نوت سنسيتيف تو راديوثيرابي. هسه هنا تجي لو تشوف الجدول تعال طلع لي راديوثيرابي هنا، هذا الجدول مال العلاج مال نون سيمينوما ماكو اي راديوثيرابي، زين، لانه نون سنسيتيف لها، زين. هذا الدايسكشن مال ريتروبيريتونيال ليف نوت يعني هذا مو راديوثيرابي، زين، كله لو كيمو لو دايسكشن. في حين السيمينوما لا اقدر استخدم هذا الدي اكس تي هنا، زين، اقدر استخدم له هذا الراديوثيرابي. الملاحظه الثانيه اللي تحتاج تعرفها انه بالستيجز المتاخره الثلاثه والاربعه لما تشوف اكو فد ميتاستاسيس صاير ابوف ذا دايفرام اور فيسرا ميتاستاسيس، يعني الموضوع عابر الريجنال ليف نودز، زين. من يعبر الريجنال ليف نودز اي مكان خارج هاي الريجنال ليف نودز فكلهم يشابهون، كلهم نفس الشيء، كلهم كيموثيرابي. احنا نعرف دائما هاي معلومه يعني مو جديده، زين، مو معلومات اليوم وبارحة، انه كل ما الستيج صار اكثر كل ما الميتاستاسيس صار اكثر فالموضوع يتصل على الكيموثيرابي. ممكن هنا شويه ممكن نستخدم راديوثيرابي في بعض الاحيان، بس غالبا الشيء الغالب هو الكيموثيرابي بالستيجات المتاخره. فنكرر ونعيد، التريتمنت مال السيمينوما يشمل الراديوثيرابي، زين، بينما التريتمنت مال النون سيمينوما لا، ماكو راديوثيرابي، كل شيء تقدر تسوي بس ما تقدر تسوي راديوثيرابي. والستيجات المتاخره اثنيناتهم يشابهون، اثنيناتهم نسوي لهم كيموثيرابي. هسه نجي نحكي على التريتمنت مال السيمينوما بالستيج اللي يكون كونفايند تو ذا تيستيز، ما احتاج غير شيء، احتاج فقط راديوثيرابي، زين، تو ذا ابدومينال نودز اور سنجل ايجنت، يعني هذا الكيموثيرابي مرات انطيه فسنجل ايجنت يسموه كاربو بلاتين او هيك شيء، زين. المهم يعني نعتمد اكثر شيء على الراديوثيرابي بالتريتمنت مال السيمينوما لانه هو سنسيتيف، ليش استخدم غير شيء؟ في حين نفس الستيج اللي كان كونفايند ذا تيستيز وشفته بالهيستولوجي نون سيمينوما، زين، فالموضوع راح يكون يا اما اوبزرفيشن، زين، اور هذا الدايسكشن مال ريتروبيريتونيال ليف نود، زين، او برايمري كيموثيرابي. كل شيء تحط بس لا تحط راديوثيرابي، زين. الستيج 2 اللي يكون بالريتروبيريتونيال ويا يعني ثلاث انواع وتايبات على حسب اثنين اثنين الى خمسه او اخر خمسه، هذا اللي اخذناه قبل شويه بالانستيجنج. نشوف انه السيمينوما هم نفس الشيء، تتبع الراديوثيرابي ومرات ممكن كيموثيرابي، بس النون سيمينوما لا، النون سيمينوما تحتاج كيمو او الدايسكشن مال ريتروبيريتونيال ليف نود، زين، وهم ماكو راديوثيرابي. بعدين يجي الستيجات المتاخره كلهم كيموثيرابي، هذا هو.
يعني حتى هذا التفصيل اللي سويناه قبل شوية جنى على ذني أربع مربعات هم ما يحتاج، كل نفس الملاحظة الأساسية اللي عندنا سيمينوما سنسيتيف تو راديوثيرابي، نو سيمينوما از نوت سنسيتيف تو راديوثيرابي، وعلى أثر هذه المعلومة حط رتب مجرد صفط مكعبات، حط التريتمنتس المناسبة. هاي شوية الأسئلة اللي جت بيوتيوب بس لها علاقة بموضوع المحاضرة. The most radiosensitive testicular tumor هو السيمينوما، زين البقية نون سيمينوما فيعني مو سنسيتيف، وهذا أصلا يعني ما له علاقة سكندري. ال 20 years old male إجا ويا heart painless testicular swelling بالانفستيجيشن لقينا الـ AFP عالي، هذا يعطيني فد indication إنه ممكن يكون سيمينوما. ما عنده بارا aortical iliac nodes زين ولا ميديستانال ليمف نود، يعني ما عنده هذا الان الان ستيجنج مالته صفر. الترا ساوند شفنا ايكو تكستشر اند ارياز اوف نيكروسيس زين، سراوندنج ستراكشرز ار نورمال. وات ار ذا وات از ذا نيكست ستيب؟ هو شخص عنده سويلنج بالتستيكل وما اقدر اقول انه هذه يعني حميده زين، لانه الاي اف بي مالته صاعد وهذا الاي اف بي سيرم تيومر سيرم ماركر وكذا زين. فالخطوه الثانيه للاسف انه اجي اسوي هاي انجواينال اوركيدكتومي، اشيل الخصيه كلها زين. هذا الاسبريشن ما يفيدني، البايوبسي ما يفيدني، كله ينشر لي المرض، حتى البيت سكان ما يفيدني لا هو ولا الام ار اي. اقوى شيء اسويه هو سي تي سكان، بس هو يعني احنا شفنا انه ما عنده لا ليمف نود ولا كذا، اكيد مسوي له احنا سي تي سكان وام ار اي. هسه يعني ام ار اي ما نسوي له، بس مسوي له اكيد سي تي سكان. ولو شلون عرفنا انه ماكو بارا ايورتيك او الياك ليمف نودز وهالاشياء زين؟ فاحنا اعتمادا على الاي اف بي اجينا سوينا له هاي انجواينال اوركيدكتومي. This is موضوع يخوف. The following statements are true about germ cell tumors. They constitute 90-95% of all أعتقد primary testicular tumors. صحيح. لأن إحنا نحكي على germ cells وقلنا هي الأكثر شيوعا، هاي موجودة هاي الإحصائية موجودة بالمنظمة. Seminoma is the most common tumor developing in the patients with cryptorchid testes. زين الأندسن التستيس، وهاي المعلومة أيضا صحيحة. وما ذكر هاي العبارة بشكل صحيح، وذكر testicular tumors إن أكثر شيء لها علاقة بالكريبتو أوركيد اللي هي الأندسن تستيس زين. بس هو السيمينوما جزء من الجيرمينال سيل اللي هو أكثر جزء شائع من الجيرمينال سيل، الجيرمينال سيل تيومر، والجيرمينال سيل تيومر هي 90-95% شيوعا زين. فكأنه بالاستعاضة صار الموضوع سيمينوما. AFP is markedly raised in all germ cell tumors. لا هو يكون raised بالسيمينوما، بس بقية الأشياء النون سيمينوما تايبس لا ما يكون يعني raised. High inguinal orchidectomy is the initial surgical procedure. ماكو مفاوضة، رأسا تشيل الخصية. شخص عمر 20 سنة male وسكروتال ماس، أول investigation تسوي هو تدزه على ultrasonography زين حتى أعرف هذا الماس بالتستيس ولا لا. هو clinical evaluation أكيد لازم أسويه، بس هو مو كinvestigation، هذا شيء مجرد من الهيستوري والexamination زين، يعني مو فد شيء أدزه، هذا فد شيء من الأشياء المكملة إلي كفحصي الأساسي. فالإجابة صحيحة هي الالتراسونوغرافي. Most common testicular tumor in children راح يكون اليولك ساك تيومر زين. الستيج 1 سيمينوما and testes treatment of choice زين. الإجابة الصحيحة هاي inguinal orchidectomy and radiotherapy، لأن الراديوثيرابي قلنا هيكون sensitive بالسيمينوما، من اسمها سيمينوما تكون sensitive للراديوثيرابي. عندك 27 سنة رجل left testicular tumor 10 سنتيمتر لترابر هاو، شوف الستيجينج هذا كلش عبر، هذا صار اعتقد N3 مثل ما اخذنا زين، لان من 2 و5 واكثر من 5 فهذا N3 زين. فهذا يكون الستيج الثاني مال العلاج زين. فشنو العلاج المناسب لهذا الشخص؟ فالاجابه الصحيحه تكون ليفت هاي انجوينال اوركيدكتومي بلس كيموثيرابي زين. لانه بالاستيجات المتقدمه احنا قلنا ما نحتاج بعد الى نفرق بين هذا سيمينوما ولا سيمينوما، لهذا ما مطينا اياه بالسؤال. الموضوع مجرد اشيل الخصيه وعالج بالكيموثيرابي، حتى يعني هو شريف ما جاي مغلطك قايل لك انه ليفت هاي انجوينال اوركيدكتومي بلس راديوثيرابي، ما حاط اي خيار، حاط راديوثيرابي واحده بس زين. يعني حتى السؤال يعني رجال نبيل